السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. هذا غادي ندير معكم واحد السلطه بوك بول بطريقتي، غنديرها على شكل طاخت، كتجي زوينه صراحه. غنحتاجوا 250 غرام ديال الرز داك المكركب مع شويه الملحه مع جوج معالق ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الخل. ممكن ديروا الخل ديال الرز، ما عندكمش ديروا الخل العادي كيف ما درت. بعدا كنغسلوه مزيان حتى ما كيبقاش فيه نهائيا النشا وكيبان لكم الماء غير بيض، عاد باش كديروا تيتسلق. ملي تيتسلق كتخليوه حتى كينشف، يعني كديروا ضعف الكميه ديالته. مثلا هو 250 غرام، كديروا 500 غرام ديال الماء فين غادي تسلق لينا هذا الرز. هو راه تيتسلق دغيا وصافي. كنخلطوا هذوك المكونات وتنخليوه يتشرب هذيك المكونات ونخليوه على جنب. غادي ندوزوا دابا نوجدوا لا مارينات ديال صدر ديال الدجاج. الو كيف ما تشوفوا عندي هنايا السكر، ممكن ديروا غير السكر البيض الا ما عندكمش البني الكاسونال. كديروا الزيت الا عادي، انا كيف ما درت الزيت العادي، هما راه كيديروا فيه ويل دو سيزام زيت الزنجلان، درت الخل العادي وكيديروا من الخل البلساميك. يعني كنقول لك ممكن ديروا واحد الغوسيط مكونات في الدار وكتجي زوينه. بالنسبه للصوجا عندي انا ديجا هي مسكره، ممكن ديروا غير الصوجا عاديه، وراه حيت كاين العسل كاين السكر هذا تجي هي هذيك، يعني كيجي داك الخليط ما بين الحموضه ما بين الملوحه وما بين الحلاوه. عندي سكنجبير الثومه وعندي شويه الزيت كيف ما قلت لكم، كنتمنى انا ما نسيت حتى شي حاجه. وعندي ستر ديال الدجاج اللي كنقطعو مكعبات. غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان وغادي نرقد فيهم مكعبات ديال ستر ديال الدجاج، يعني نخليه ماغيني مزيان. ممكن ديروا حتى ليله من الافضل كيف ما درت انايا. نخليكم مع الطريقه ونرجع معكم من بعد. من بعد ما تيترقد لي مزيان كنجيب واحد المقله كنديروا فيها شويه ديال الزيت، كنخليو حتى كيسخن، وكناخذ غير المكعبات بوحدهم اللي كنوضع في المقله وغنقليهم حتى يتحمروا. عاد غادي نضيف عليهم باقي ديك الصلصه ونخليه حتى يتعسل تماما، وغادي يتغير لي من اللون ديالو كيجيو محمر وزوين. ومن بعد غنرشو بشويه ديال الزنجلان الابيض والكحل، والباقي غنخليه للتزيين. هنا الدجاج وجد ليا من بعد ما تحمر كيف ما شفتو، كنزوقو بشويه ديال الزنجلان البيض والكحل والباقي كنخليه للتزيين. بالنسبه للمكونات عندي المونغ، عندي كيوي ولافوكا، غنقطع مربعات بحالهم بحال الخيار. الخيار كيبقى بالقشور ديالو. عندي هنايا الفروماج اولا جبلي، كديروا هنا الصوجة مسكره انا عندي. الا ما عندكمش نتوما حلوه كديروا واحد المعلقه ديال السكر كلاصي، كتخلطوه مزيان حتى كتحصلوا على واحد الكريمه. دابا غندوزوا لطبق التقديم، يعني غادي نجيبوا واحد السيركل اللي غادي نوضع فيه نص كميه ديال الرز وغنحاول نوزعو مزيان. ومن بعد غادي نضيف عليه المكونات، يعني لي فروي اللي قطعت مع الخيار. قبل ما نوضعهم كندهن الوجه ديال هاد الطبقه الاولى بالخليط ديال الفرماج اللي قلت لكم، اولا جبلي المهم ني درتو نتومايا، وقلت لكم يعني كتبقى كفكره ما بغيتوش ما ديروش. المهم وزعت هاد الخيار مع كيوي مع المونغ مع لافوكا، وكنحاول نعمر الجناب مزيان. Thank you.
بعد ما كنوضع كاع المكونات يعني الفروي كامل مع الخيار، كتبقى لي الطبقه الاخرى ديال الرز. وحاولوا ما امكن يعني ديروا الخاطر مع هذا الرز، راه شي شويه كيلصق، فحاولوا بالخاطر باش يتوزع لكم مزيان ويتغطى لكم، تبقى طبقه زعما مغطيه مزيان. هنا غادي نحيد هذا السيركل وغيبقى لي الجزء ما قبل الاخير، يعني غنوضع قطع ديال الدجاج. انا ما عرفتش كيفاش، يعني ما لقيتش الفيديو كيفاش، واش ما كنتش كنصور ما رديتش البال. المهم وضعت هنا قطع ديال الدجاج، وكتبقى لي يعني ك الجزء الاخر ديال التزيين بهاد القطع ديال لافوكا مع المونغ مع ديك الرشه الاخرى ديال السنجله الابيض الاسود. وكنتمنى هاد السلطه تعجبكم، جربوها كتجي لذيذه، بالاخص هاد لا مارينات ديال الدجاج، راه ما نقولش لكم ما تشبعوش منه. وما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله، مع الف سلامه. ما تنساوش لايك وبارطاج، الله يخليكم.